من كلية الهندسة جامعة القاهرة، يؤدي اليوم إن شاء الله معانا المحاضرة، فيتفضل مشكورا مع فائق الشكر والاحترام للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. دي تقريبا اللقاء رقم 4 أو 5 في أكاديمية ميتا، جزاهم الله عنا خيرا يعني فيما يتقدم به من خدمة المجتمع وكده. يعني أنا اخترت هذه المرة بحكم ضيق الوقت، اخترت ان انا اخش على حاجه تطبيقيه البايثون بروجرامنج نظرا لضيق الوقت، يعني ما لحقتش احضر للاسف، عرفت موعد المحاضره النهارده فقلت اخش على حاجه تطبيقيه، يعني ايه بحيث ان احنا نشوف البايثون ممكن يتعمل بيه ايه بدل ما نمشي مع المتسلسل اللي هو اللي احنا كنا دخلنا فيه قبل كده في الـ W3 schools. احنا كنا وصلنا لحد الليستس، وازاي كنترول الليستس ديت، ازاي نشيل منها ايتمز، ازاي نكستند الليستس، ازاي نابند ايتمز في الليستس، وما كناش دخلنا على الليست كومبريهنشن. فالمره دي نظرا لضيق الوقت ونظرا لان اغلب الناس يعني برضو مش عارفين البايثون ممكن يتعمل بيها ايه، فانا اخترت ان احنا نخش على لايبراري سهله كده في البايثون اسمها ماتبلوتليب. ماتبلوتليب ديت احد البرز في البايثون، بتساعدنا ان احنا نعمل بلوتينج او جرافينج للبيانات اللي موجوده تحت دي. فنبتدي على بركه الله. الماتبلوتليب عشان نعمل لها انستول، بنخش على السي ام دي في الويندوز، يا اما نخش على التيرمينال في الماك. هذه الماك بوك عندي، نخش نروح كاتبين هنا، نفتح مات بوت لي نقص انتر. فلو احنا مسطبين البايثون عندنا على الجهاز هينستول المات بوت لي، ينزلها عندنا على الجهاز. ماشي، نفتح التكست اديتور بتاعنا وليكن اللي هو الفيجوال ستوديو كود. ماشي، هنعمل امبورت للماتبلوتليب بالطريقه دي، امبورت ماتبلوتليب دوت بي واي بلوت احد الكلاسز اللي موجوده فيها از بي ال تي. ماشي، دي كده نعمل امبورت للماتبلوتليب. ماشي، ونحتاج بجوار الماتبلوتليب لايبراري تانية اسمها numpy، import numpy as numpy. انا طبعا المرة دي المحاضرة دي advanced شوية، يعني هي مش محاضرة للمبتدئين، وانما انا بس عايز اعرف الناس ايه اللي ممكن يتعمل بالايه الفايل. ايضا ممكن نعمل import library لو هنستخدمها library تانية اسمها pandas as p. ماشي، نفس الكلام ده احنا ممكن لو مش مسطبين البايثون على الجهاز ممكن ان احنا نفتحه على كولاب، جوجل كولاب. الجوجل كولاب بنعمل عليه سيرش من على جوجل، الناس اللي عايزه تطبق معايا جوجل كولاب، هاي جوجل كولاب، ونروح داخلين بالجوجل اكونت بتاعنا على الجوجل كولاب، ونعمل نيو نوت بوك، هيفتح معانا الجوجل كولاب، فتح معانا نفس القصه، هيفتح معانا نوت بوك، نقدر نحط فيه اللايبرز بتاعتنا زي ما عملت بالظبط في الفيجوال ستوديو، امبورت مات دوت ليب dot py plot as plt run. connect بس الأول، كنا المفروض نعمل connect من هنا، run معانا
ماشي. برضو احنا عايزين بجوار الماتبلوتليب هن import other libraries زي النمبي numpy as np، ونعمل برضو import lpandas لو احتاجنا. and run الايه add another cell اللي هي الكود ديت العلامة بتاعت كود ديت اللي عمل add another cell. نرجع تاني ل W3 schools ونشوف اول كده ايه الكولاب. ما كانش محتاج بالنسبة لنا ان احنا نعمل install للمات بلوتليب ولا لامبي ولا البندس، لكن لو احنا على الجهاز بتاعنا الكمبيوتر بتاعنا الكمبيوتر الشخصي وعايزين نرن الكلام ده على بايثون، لابد ان احنا نعمل انستول للماتبلوتليب والنمبي والبندل بالطريقه اللي احنا قلنا عليها. اما نخش على التيرمينال ونكتب pip انستول ونكتب اسم اللايبراري pip انستول واسم اللايبراري اللي هي ماتبلوتليب ونعمل انستول. خلصنا الماتبلوتليب نعمل انستول للنمبي انستول نمبي ونعمل انتر يراجع راح يعمل انستول للايه للنمبي. الكلام ده لو احنا مسطبين البايثون على الجهاز بتاعنا في البيت. لو مش متسطب بيب دي مش هيشوفها، الجهاز مش هيشوف امر اسمه بيب سواء في الدوس اللي هو السي ام دي او في التيرمينال ماشي. وكذا الحال بالنسبه للبانس، وكل لايبراري من دول ليها استخداماتها بداخل البايثون. بالنسبه للجوجل كولاب كما قلت الجوجل كولاب هو اساسا معمول له انستول، الاشهر لايبرز معمول لها انستول عليه يعني هو سواء مات بلوتليب او نمبي او بانس. اللي احنا هنستخدمه دلوقتي عشان نشوف موضوعات في البايثون بتخدمنا يعني بدل ما نقعد نشوف الاساسيات بتاعت اللغه، فانا اخترت المات بلوتليب ك لايبراري سهله نقدر نلقي نظره عليها. المات بلوتليب ديت هي من اسمها يعني مات جاي من ماتلاب، هو اساسا الماتلاب كان اساسها يعني هو كان اساس اللايبراري دي. الماتلاب فيه جرافيكال فانكشنز كتير وفلوتنج فانكشنز كتير، فاللايبراري دي اللي هي الموجوده بداخل البايثون اتبنت بناء على اللايبراري اللي هي بتاعه الايه الماتلاب بتاعه الجرافينج والفلوتنج اللي موجوده في الماتلاب. خلاص نبتدي بأول حاجة زي ما قلنا هذه الانستول وإزاي نعمل import الماتبلوتليب. نختار الكلاس اللي فيها اللي هو pyplot زي ما عملت له import هنا أهو ماشي. تاني نكمل وآدي عمل import للنمبي عشان خاطر بس نعمل arrays أو matrices نقدر نرسم منها، يعني إحنا عايزين نرسم نجيب مجموعة داتا بوينتس ونرسم مجموعة قياسات، وليكن مثلا أنا واقف على خط إنتاج وكلفت أحد التكنيشنز أو الفنيين إن هم يقسوا لي مثلا أحد البارتس المنتجة أو أحد الأجزاء المنتجة على الماشين أو الماكينات اللي قصاده، فبدأ الفني يقيس القياس الأول القياس الثاني القياس الثالث القياس الرابع لعدة منتجات. فانا يعني ايه نظرا لعدم توفر هذه القياسات ما بين ايدينا فاحنا هنعمل لها راندوم جينيريشن، هنعمل لها راندوم جينيريشن. طرق عمل الراندوم جينيريشن في البايثون احد الطرق ديت ممكن يتعمل باستخدام النمبي لايبراري. نشوف دلوقتي ازاي. وليكن مثلا ان انا عندي مجموعه برودكتس البرودكتس ديت انا قست ليها مجموعه يعني بتتقاس بمتر مثلا، وليكن مثلا سلك انا مثلا شغال في احد المصانع اللي بتنتج ضفائر السيارات، بداخلها مكن بيقطع سلك، السلك دوت فالقسم بتاع الجوده عندنا مثلا هيقيس لي السلك ده وهي ايه وهيعمل لي ريبورت بيه او يعمل لي ايه هيكتبه لي في شيت اكسل ايا كان ويديه القياسات دي. بعد ما طلعت الراجل راح قايس لي خمس اطوال لمنتج معين او يعني مسك منتج قاسه كل مره يعني لمده 6 ايام وليكن مثلا لمده 6 ايام كل يوم قاسه 20 مره. ف
فبلورة الكلام اللي أنا بقوله ده ممكن يتبلور في هيئة ماتريكس. ماتريكس مكونة من 6 أيام، كأن 6 صفوف، وعشرين قياس، يبقى 20 عمود. يبقى ماتريكس أو مصفوفة مكونة من 6 صفوف وعشرين عمود. إزاي تتعمل في البايثون؟ تتعمل بكل بساطة بهذه الطريقة. أنا هعمل لها random generation، ماشي؟ numpy dot random dot uniform. أنا هعمل run اسمه إيه ده؟ هستخدم اليونيفورم ديستريبيوشن في الإحصاء عشان خاطر اجنريت في الجنريت بي راندوم نمبرز، ماشي؟ فاقول ان بي دوت راندوم دوت يونيفورم، هقول القياس الادنى من اللي طالع لنا وليكن مثلا اقل قياس 10 مثلا 10 سم مثلا، واكبر قياس من القياسات اللي الراجل اسهالي طلع مثلا وليكن 50. انا عايز 6 ايام، 6 ايام يبقى 6 صفوف، وعايزين 20 قراءة. خلاص، لو رنيت دوت السيل ديت، لو عملت لها رن هيطلع لنا ماتريكس اسمها برودكتس. تعال نشوف شكلها عامل ازاي. اهي طلع لنا ماتريكس مكونه من 6 صفوف. الصف عندنا بيبتدي بالايه؟ بالسكوير براكت. ده بنلاقي فيه سكوير براكت، ادي الواحد اثنين. عايز يقول لك ان الباسورد محتاج الباسورد امبار. 1 2 3 4 5 6، 6 صفوف اهو، وكل صف فيهم فيه 20 عمود او 20 قراءة. وليكن مثلا عايزين اول صف من هذه الصفوف، نروح قايلين products zero. طبعا متفقين ان في البايثون بروجرامينج الانديسيس بتبتدي من صفر، فاول صف بالنسبه لنا لو احنا حبينا نجيبه من products وعملنا run، هيروح جاي يروح جايب لنا ال 20 قراءه، كان ال 20 قراءه او ال 20 قياس اللي تم قياسهم لهذا البرودكت في اول يوم اللي هو اليوم رقم زيرو، طبعا بالانديسيس بتاعت البايثون. طيب قبل ما اخش في المات بلوت ليب، في مجموعه قياسات انا ممكن اقيسها، يعني هذه الست ايام ديت ممكن افكر في السنترال تندنسي اللي هي القياسات النزعه المركزيه في الاحصاء، زي المين اللي هو المتوسط، زي الميديان اللي هو الوسيط، زي المود اللي هو معرفش اسمه بالعربي، يعني اللي هو اللي بيقيس اكتر عنصر تكرر. ايه تاني ممكن نقيس؟ الستاندرد ديفيجن اللي هو مقدار تباعد القيم عن المتوسط. في قياسات كتير ممكن نقيسها بالنسبه لكل برودكت من البرودكتس دي. انا لم اتطرق للبايثون كامله، لكن دلوقتي ممكن اتطرق باللي انا قلته دلوقتي، الحاجه اسمها ليست كومبرينشن. ليست كومبرينشن بكل بساطه بتلوب على الليست الماتريكس اللي موجوده ديت فوق، هتلوب على فيكتور. فيكتور فيها الفيكتور هو عباره عن صف في هذا الماتريكس، فيبص على فيكتور فيكتور او هيبص على يوم يوم باللغه اللي انا قلتها من شويه، لان انا قايل 6 ايام، 6 ايام شغل، كل يوم اسلي 20 قياس. انا عايز في كل يوم، اليوم الاول اجيب المين بتاعه، اليوم الثاني اجيب المين بتاعه اللي هو المتوسط، وهكذا وهكذا. اليوم والست ايام ايضا احسب ليهم الميديان واحسب ليهم الستاندرد ديفيجن، كان حاجه اسمها البيزك ستاتستكس. ممكن اقول بيزك ستاتستكس يساوي ليست كومبرينشن. الليست كومبرينشن عباره عن سكوير براكتس زي ما هي ظاهره دلوقتي، ودلوقتي عايز الوب على الصفوف اللي موجوده عندي، بحيث ان انا اعمل في كل صف التالي، ماشي؟ هحسب المين للاي، ماشي؟ الاي دي اللي هي الايه؟ الاندكس، بتريفير للاندكس او للصف اللي هنشوفها بعد كده، ماشي؟ ان بي دوت عايزين نحسب ايه تاني؟ ميديان، ماشي؟ ميديان للاي الصف اي، يعني ماشي. ان بي اس تي دي اللي هو الستاندرد ديفيجن او الانحراف المعياري،
الناس اللي يعني الدكتور نصر أشار لأن الناس نفسها حاجات في الإحصاء، فقلت خلاص نربط البايثون بالستاتيستيكس، فيها لايبرريز كتير تخص بالستاتيستيكس أو الإحصاء. فور آي إن إن إيه بقى بالظبط؟ إن رينج، لا يا ربي، إن برودكتس، في كل صف فيه البرودكتس. ماشي، إيه اللي هيحصل دلوقتي؟ إيه اللي هيحصل؟ هيحسب لنا المين لكل صف، ويحسب الميديان لكل صف، ويحسب الستاندرد ديفيجن لكل صف في البرودكتس. تعالوا نرن الكلام ده. رنها بسرعة جدا، حسب بسرعة جدا المين لكل صف والستاندرد ديفيجن لكل صف والايه والستاندرد ديفيجن لكل صف. نشوفها شكلها عاملة ازاي اهو الناتج بتاعها. لكل صف من الصفوف، او الصف الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، اللي هم الست ايام اللي عندنا، نلاقي الصف الواحد فيه ثلاث قيم. القيمة الأولى عبارة عن المين، القيمة الثانية عبارة عن الميديان، القيمة الثالثة عبارة عن الستاندرد ديفيجن. حبيت أشوف اليوم الأول القيم بتاعته شكلها عاملة إزاي، زي ما اتفقنا الإنديسيس في البايثون بتبتدي من زيرو، يبقى اليوم الأول زيرو، هنريتيرن اليوم الأول يطلع لنا ثلاث قيم، القيمة الأولى بتعبر عن المين، القيمة الثانية بتعبر عن الميديان، القيمة الثالثة بتعبر عن الستاندرد ديفيجن، الانحراف المعياري. خلاص، دي يعني ايه حتة بسيطة بعيدة عن اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هي تخص بعض الحسابات البسيطة في الايه الاحصاء، زي المين والميديان والستاندرد ديفيجن، وفي حسابات اخرى كثيرة ممكن نحسبها من وراء هذا الامر. يعني ممكن مثلا كنا نحسب المينيمم والماكسيمم فاليوز، اقل قيمة واكبر قيمة في كل صف من هذه الصفوف، وهكذا. هنلاقي في ميثودز كتير بداخل اللايبراري اللي هي اسمها نمبي، والمره دي ايه خلط ما بين اللايبراري نمبي وما بين الماتبلوتليب. تمام، طيب نرجع هنا. الراجل هنا عمل تو لايبراريز، اللايبراري قصدي عمل تو فيكتورز، الفيكتور الاولاني سماه اكس بوينتس، والفيكتور الثاني سماه y points. كل فيكتور فيه 2 values، كل فيكتور فيه 2 values. طيب نشوف عايز يعمل ايه، عايز يطبع العلاقة ما بين ال x وال y، عايز يطبع العلاقة ما بين ال x وال y. احنا مش هنبص لدوت وهنعمل حاجة تخصنا احنا دلوقتي، عملنا مجموعة من القياسات اي اللي هي products دي، عملنا مجموعة قياسات، وهذه القياسات هندخلها في معادلة معينة، وليكن مثلا معادلة التكلفة، أنا هتكلف قد إيه في كل قياس من هذه القياسات، في كل قياس من هذه القياسات أنا هتكلف قد إيه. تمام، فهجنريت أو يعني أي نوع من أنواع الريسبونس، أنا هجنريت راندوم ريسبونس دلوقتي، ريسبونس سامي ان في دوت راندوم، هجنريت اي ريسبونس يناظر هذا الايه الكلام، هنجنريته المره دي مش بالايه باليونيفورم ديستريبيوشن، وانما هنعمل له هنعمل ايه راندوم جنريشن باستخدام النورمال ديستريبيوشن. طيب النورمال ديستريبيوشن عشان نعمل له راندوم جنريشن بداخل البايثون بروجرامينج، لابد ان يبقى معانا مين وستاندرد ديفيجن. المين هيبقى في نص البيل كيرف او الجرس بتاع الايه النورمال ديستريبيوشن، الجرس بتاع النورمال، الرسمه بتاعه الجرس بتاعه النورمال ديستريبيوشن، بيجي المين في المنتصف، والقيم اللي هتبعد عنه الستاندرد ديفيجن اما تبعد بالماينس او تبعد بالنيجاتيف. فاول قيمه بالنسبه لنا مثلا وليكن هنخليها ايه 30 الريسبونس، ماشي، دي اللي هي المين، المين او المتوسط بتاع الايه البيل كيرف بتاع، والستاندرد ديفيجن قول هناخد يمين وشمال 10. ماشي، عايزين نجنريت نفس الايه نفس الايه القيم التي تناظر 6 ايام في 20 قيمه، هنعمل برضو نفس القصه هنا 6 20 ده الريسبونس، ده الريسبونس بتاعنا. عايزين نعمل علاقه ما بين البرودكتس والريسبونس، علاقة ما بين الـ products والـ response. اللي هو عامله هناك
أخذ علاقة ما بين two vectors فقط. أما إحنا ممكن ناخد علاقة ما بين multiple vectors. أنا عامل ماتريكسين. ماتريكس اسمه response. ماتريكس تانية اسمها products. خلاص؟ فأنا ممكن نعمل علاقة تضم كل دول. علاقة الفيكتور الأول هنا بالفيكتور الأول في الماتريكس دي. والفيكتور الثاني هنا بالفيكتور الثاني في الماتريكس دي. وهكذا هتتعمل ازاي قدام شويه في الـ في الـ في المات بلوت ليب هيظهر حاجه اسمها سب بلوت. خلينا منها دلوقتي. هنعمل العلاقه ما بين اول فيكتور في الماتريكس ديت واول فيكتور واول فيكتور في الماتريكس دي. كي ال تي دوت بلوت زي ما هو عامل نمشي معاه كده. فهنقول برودكتس اول فيكتور هنا هيبقى زيرو. افتحي طلع ريسبونس زيرو. خلاص يبقى كأن دي الاكس ودي الواي. دي الاكس ودي الواي. ماشي. نطلع العلاقة يبقى شكلها عامل ازاي. تعالوا ما نشوف هو هناك نطلع ايه. شفنا الريزولت هنا عامل علاقة خطية. العلاقة هنا خطية. ماشي. اما احنا العلاقة عندنا مش هتبقى خطية هتبقى ايه منعكشة شوية كده نشوف دلوقتي شكلها عامل ازاي. شكلها عجيب. ممكن نخليها ايه دوتس تبقى سكاترد. سكاترد لو عملنا الدوت دي كده تبقى سكاترد نقط كده بحيث ان في المستقبل احنا ممكن نعمل حاجة اسمها لينير ريجريشن. يمشي خط كده في وسط هذه النقط. ماشي. يتوسط هذه النقط واني استيميت يعني نعمل معادله نستيميت بيها الفاليوز التي ايه تناظر القيم الحقيقيه. ماشي. فدي احد طرق ايه الرسم رسم الايه رسم الفيكتورز والديتا بوينتس باستخدام الايه البايثون بروجرامنج. ان احنا ممكن نرسم رسمه زي كده بتعبر عن النقاط العلاقه ما بين الاكس والواي. طب ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن نعمل على الاكس ده نكتب عليه اكس او products ونكتب هنا response. نعملها ازاي ديت؟ plt dot x label عايزين نجيبها من ال ايوه كده x label نروح الى products وهنا plt dot y label والايه response. لو عملنا run اللي هيجرى كتب لنا هنا products وكتب لنا هنا ايه response. ماشي. ممكن نحط title لهذه الايه لهذا الرسم عاملين plt dot title عنوان ليها وليكن مثلا ايه products lengths. التايتل مكتوب غلط. تايتل ايوه مكتوب غلط. ايه اللي هيحصل؟ كتب product lengths وتحت كتب products وهنا response علاقه ما بين البرودكتس وما بين الايه الريسبونس. طيب قدام شويه زي ما انا اتفقت قال ان هو هيستخدم ايه هيظهر لنا العلاقه ما بين اليوم والريسبونس بتاعه. اليوم والريسبونس بتاعه احنا ممكن نعملها ايه رايلين ايه بنستخدم حاجه اسمها سب بلوت. نستخدم حاجه اسمها سب بلوت. نعملها ازاي دي بقى؟ اول حاجه هنعمل فيجر والفيجر ده يبقى فيجر سايز. فيجر ده بيبقى عبارة عن صندوق كبير حاوية هيبقى بيداخله مجموعة من السب بلوتس الايه الرسومات الفرعية. خلاص وهنديله فيج سايز. فيج سايز هيبقى القياس بتاعه 10×8. فيج سايز تمام. المفروض ان احنا هنلوب على
الصفوف. هنعمل لوب، اللوب دي برضو ما أخدناهاش، يعني من الحاجات اللي احنا ما أخدناهاش في الـ W3 schools، اهي موجودة فوق هنا، اللي في حاجة هنا اسمها loops، for loop while loop وهكذا، الحاجات دي ما أخدناهاش. بس أنا إيه زي ما قلت المرة دي محاضرة متقدمة شوية عشان نعرف إيه اللي ممكن نعمله في بايثون. طيب هنقول for i كوما j in زايب products كوما الفاريبل التاني كان response، وريني products كان بالكابيتال ولا كان ماشي. response هنلوب على الصفوف بتاعت البرودكتس والصفوف بتاعت الريسبونس. ماشي. اللي احنا عايزين نعمله، عايزين نعمل حاجه اسمها سب بلوت، فنقول plt.subplot ونفتح قوس. السب بلوت بتاخد 3 ارجمنتس، بتاخد 3 متغيرات، عدد صفوف وعدد اعمده. فاحنا عندنا 6 ايام، فهنخلي الست ايام او الرسومات بتاعتنا السب بلوتس بتاعتنا يبقى الصف الواحد فيه 3 رسومات. فهنقول هناخد صفين وثلاث ايه 3 رسومات، وكل صف فيهم والسب بلوت الاندكس التالت بتاعه بيبقى عباره عن رقم الرسمه. فاحنا هنحط بره فاريبل كده نسميه كي وليكن، والكي بيكوال 1 عشان نعمل له انكريمنت جوه. ماشي. دي كده ايه تعمل لنا سب بلوت. إيه انا حطيت واحد، المفروض دي تبقى كي، المفروض دي تبقى كي. ماشي. بعدين مراحلين بلوت، عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل سكاتر بلوت زي اللي فوق ده. البلوت طبعا في فانكشن تاني اسمها سكاتر بلوت بس انا هستخدم برودكتس اي وما جي، لان انا اخذنا ده صف، ده الصف من ده وده الصف من ده، او هيعمل علاقه ما بين الصف الصف من هنا والذي يناظره من هنا. نعمل انكريمنت للكي، كي بلس ايكوال 1، يعني نضيف قيمه 1 على الكي، فالكي بدل ما تبقى 1 تبقى 2 وهكذا لحد ما تخلص اللوب. ماشي. لو عملنا كده رن الاسر، معلش خلينا نحط في البلوت دي الدوتس. تطلع بالايه بالشكل ده، دوتس طلع ايه زي سكاتر بلوت كده. المفروض ان السكاتر بلوت ده مستقبليا لما الناس اللي بتدرس ماشين ليرنينج او بيدرسوا ستاتستكس ايا كان هيعملوا لينير ريجريشن او حتى يعملوا بولينوميال ريجريشن عشان خاطر يقدر يستيميت، يعمل معادله استيميت الايه الفاليوز دي، بدل ما هي الاكشوال زي ما هي هنا كده اعرف مستقبليا ان انا لو دخلت اي قيمه الاكس القيمه بتاعت الواي التي تناظرها هي ايه. ماشي. دي اللي هي الريجريشن اناليسيس، دي تتعرف مستقبليا سواء الناس اللي اخذوا الاتجاه بتاع الاستاتستكس او الناس اللي واخدين الاتجاه بتاع الماشين ليرنينج. انتوا الناس معايا؟ الناس معايا، ان انا حصل معايا موقف قبل كده فصلت، لقيت نفسي بكلم نفسي. طيب ايه تاني ممكن نعمله؟ تعالوا نبص على المات بلوت ليب في الـ W3 schools markers. انا دلوقتي انا غيرت شكل الدوت، يعني انا غيرت شكل الدوت اهي نفس ديت كده بالظبط. انا ممكن اجي هنا وبدل ما احط ديت دايركت دوت كده راجع كاتب جنبها ماركر، الماركر كده يبقى ايه برضو ايه يبقى ايه. نعم. طيب ماشي، خلي ماركر دلوقتي دوت. ممكن اغير انا ايه شكل الدوت دلوقتي، اخليه نجم مثلا اسيوس، يبقى شكلهم عامل زي الايه الاسيوس. مجموعه الماركرز اللي موجوده عندنا هنا
واسترسك دوت وكوما وهكذا، ممكن نستخدم اي واحدة من دول. يعني الاس تعمل سكوير زي ايه، زي مربع كده. شوفها اه مربعات ماشي. طيب نخش بعد كده في اللاين بلوت اللي هي التايم سيريز، تايم سيريز بلوت. دلوقتي لو عندي مجموعة نقاط زي ديت، تعالى ناخدها بقى، ناخد ديت كده هنا، هو عمل مجموعة نقاط مران التايم سيريز. دلوقتي استخدم بلوت عادي خالص، بس غير هنا في اللاين ستايل، خلاه بدل ما هو لاين عادي خالص خلاه دوتد، ديت نقط اللي جوه. ماشي، في مجموعه كبيره من اللاين ستايلز هتلاقيها محطوطه هنا تحت، ده داش داش ودوتد وداش لاين سوليد. ماشي، حد بعت حاجه؟ اه طيب تمام لا بأس. طيب نرجع تاني للمثال بتاعنا بتاع البرودكتس، بتاع البرودكتس، عشان خاطر عايز اعمل برضو مجموعه حاجات تحت هنا اللي هي زي البار والهيستوجرام والباي تشارت. نشوف كده البار تشارت بيوضح لنا الريسبونس برضو في كل واحدة، بس بنمط آخر. يعني بدل السكاتر بلوت اللي أنا عامله هنا، لا هنعمل إيه، شكل آخر توضيحي لقيمة كل واحدة فيهم، بحيث إن إحنا نعرف من خلال الفيجواليزيشن، من خلال عينينا نعرف مين صاحب، مين اليوم اللي حصل فيه أعلى قيمة مثلا، أو إيه البرودكت لينكث، الطول البرودكت اللي حصل فيه اعلى قيمه، اللي حصل فيه ادنى قيمه، الانطباع العام عن القيم. ممكن نعملها بطريقه الايه، البار بلوت اهي كده، بدل بلوت هنحط ايه، بار، نشيل دي كده ونرن. عمل ايه؟ عمل بار بلوتس لكل قيمه من القيم، القيم اللي موجوده في البرودكت، جاب القيمه التي تناظرها في الريسبونس، وراح جاي راح عامل بار. البرودكت الاولاني عمل بار بالطول بتاع الريسبونس، البرودكت الثاني عمل طول بايه؟ عمل بار بنفس الطول بتاع الريسبونس. عمل هذا الموضوع لكل يوم من الايام السته بتاعتي، يوم الاول الثاني الثالث الرابع لحد السادس. ماشي، البار بلوت ممكن تبقى فيرتيكال زي اللي احنا شايفينه كده، شيء راسيه، او هنا افقيه. ممكن نعملها ايه، راسيه، نستبدل بدل بلوت هتبقى بار اتش، هتبقى واخده الشكل ده عشان الاس دي، نشيل الاس دي مره اهو. اللي حصل بعد ما كانت أفقية اهي بقت رأسية بهذا الشكل ده. ماشي، طبعا مستخدمين زي ما اتفقنا الايه، السب بلوت، عشان خاطر يعمل لنا الست ايام، بدل ما نطلع رسمة واحدة في المرة، لا نطلع الايه، الست رسومات. ماشي، طيب في ايه تاني؟ في الهيستوجرام، الهيستوجرام عشان نعرف توزيع البيانات، نعرف توزيع البيانات، يشوف التكرار within interval، أو إيه، يقسم البيانات بتاعتنا من إلى شوية بينز كده، من إلى الطول من كذا إلى كذا اتكرر قد إيه، الطول من كذا إلى كذا اتكرر قد إيه، التكرار بتاع كل إيه واحدة من دول. بتتعمل إزاي؟ بتتعمل بالهيستوجرام، بتتعمل بالهيستوجرام. طيب هناخد نفس دي برضو كده، ماشي، كنترول سي، ونيجي هنا هنحسب الهيستوجرام لكل واحد فيهم. هيست
الهيست بقى عن ايه؟ هنشيل واحدة من دول اي والران كده الايه؟ التكرار. التكرار في ايه؟ في البرودكتس، البرودكت لينز. طب لو حبينا نشوف التكرار في الايه؟ في الريسبونز، نشوف شكله عامل ازاي او التوزيع بتاع التوزيع. طبعا احنا كنا عاملين التوزيع في الريسبونز كنا عاملينه نورمالي ديستريبيوتد او متوزع توزيع بالتوزيع الاحتمالي اللي هو ايه مبني على النورمال ديستريبيوشن. عشان كده نحس لو وصلنا ما بين الميد بوينتس اللي موجوده عندنا في الهيستوجرام ديت هنلاقي البيل كيرف. البيل كيرف ايه؟ بيظهر نسبيا، بيظهر نسبيا شكل الجرس ماشي. اما الثاني كان يونيفورملي ديستريبيوتد اللي هو الاي، فنلاقي كانه ايه اللينثس تكاد تكون قريبه من بعضها، تكاد تكون قريبه من بعضها على نفس الخط. طبعا قليل جدا اللي طبعا عشان راندوم لي يعني لين يبقى خلاص. اوكي في ايه تاني؟ نشوف في ايه تاني. في الباي تشارت. الباي تشارت بتستخدم في حاله البيانات الاقل، يعني لو عندنا بيانات قليله وعايزين نعرف النسب بتاعتهم. نروح على الفيجوال ستوديو كود بقى، انا كنت راسمها خلاص يعني عشان ما نضيعش وقت كتير اهي. نفس الكلام انا عامله هنا. البوكس بلوت هو مش موجود في الدبليو 3 سكولز، ده برضو احد الرسومات اللي احنا ممكن نعملها باستخدام البايثون بروجرامينج. بتعبر عن الميديان والفيرست كوارتايل والسكند كوارتايل والثيرد كوارتايل. السكند كوارتايل اللي هو الميديان والثيرد كوارتايل عشان خاطر نعرف البيانات منحصره في انهي مكان. المين او المتوسط دائما ابدا ما بيكون مضلل، بنسبه كبيره بيبقى مضلل. وكنت مدي مثال، انا كنت قاعد مع زملائي يعني قبل حضراتكم، امتى يبقى المتوسط الحسابي مضلل؟ لو اخذنا 3 قيم كان متوسطهم 5 زي ما احنا شايفين هنا كده، 5 و5 و5 المتوسط بتاعهم 5، و3 و2 و10 المتوسط بتاعهم 5، الجمع زائد الجمع مقسوم على العدد، فدي متوسطها 5 ودي متوسطها 5، لان الخمسه هنا لا تعبر عن هذه البيانات. 3 و2 و10 ال10 كبيره قوي عن الخمسه والاثنين بعيده نسبيا عن الخمسه، الا ان هنا الخمسه معبره عن الايه الثلاث بيانات دول. السر في هذا الموضوع ان هنا في انحراف معياري كبير. ايه دي لفظه انحراف معياري؟ لمن لا يعرف كلمه انحراف معياري، الانحراف المعياري هي انحراف القيم اللي موجوده عندي عن المتوسط، فهنا في انحراف كبير لهذه القيم عن هذا المتوسط. اذا المتوسط في كثير من الاحيان بيمسليد، يقول عليه مسليد او يضلل ماشي. لذلك الميديان كان اقرب لي. الميديان اقرب لنا في القياس في كثير من الاحيان. روبوست ستاتستكس او معيار احصائي غليظ يساعدنا ان احنا نرتب البيانات من الصغير للكبير، وبعد كده نجيب الرقم اللي موجود في المنتصف، فيريموف الاكستريم بوينتس او يشيل القيم اللي هي الزياده الكبيره اللي هي زي العشره ديت وزي الاثنين، يشيلهم من الاعتبار ويجيب لنا الرقم اللي في النص اللي هو ايه رقم الثلاثه في الحاله بتاعتنا دي. فالثلاثه هنا معبره عن جميع البيانات اللي موجوده في الحاله دي ماشي. طبعا كل ما تكتر بيانات كل ما يكون الميديان واضح اكتر. فأحد هذه الأشكال لقياس الميديان والفيرست كوارتايل والسكند كوارتايل اللي هي نسب البيانات، يقول إيه 75% من البيانات يقع أسفل هذه القيمة أهو، وال 75% من البيانات يقع أسفل هذه القيمة، 25% من البيانات يقع أعلى هذه القيمة، 50% من البيانات يقع أسفل هذه القيمة وأعلاها ماشي. ده اللي هو الايه البوكس بلوت. والميديان زي ما قلنا معيار إحصائي غليظ، يعني ما يتغيرش بسهولة، ما صعب جدا انه يتغير.
مهما رنيت هنلاقي الميديم أقرب ما يكون لبعض. وفي نقطة تانية، البوكس بلوت بيساعد بنسبة كبيرة في معرفة ما إذا كانت البيانات موزعة توزيع طبيعي ولا لا. لما نلاقي المين بتاع البيانات مساوي للميديان، المين بتاع البيانات أو المتوسط بتاع البيانات مساوي للميديان، نعرف إن البيانات دي نورمال ديستريبيوت أو موزعة توزيع طبيعي. طيب آخر حاجة بالنسبة لنا هنا اللي هي الباي بلوت، باي بلوت أو اللي هي الشكل الشطيرة ده. الشطيرة. عملنا يعني عملنا فيكتور كون من ما تضربوش شكرا، نحيدك في صوت جامد. طيب تمام. اخر حاجه زي ما قلنا الباي بلوت. الباي بلوت لو عندنا مجموعه بيانات، عندنا مجموعه اسامي وكل يعني مجموعه اشخاص، احمد ومحمد ومحمود وجون، ايا كان الاسامي، كل واحد اخذ درجه في امتحان او نسبه، وحبينا نعبر عن هذه البيانات بطريقه جرافيكالي، فهنعبر عليها بالايه، بالباي تشارت. فهنستخدم PLT PIE وندخل الداتا بوينتس بتاعتنا اللي هي ديت اللي هي الدرجات مثلا وليكن، وبعدين الليبلز هو محطوطه في ليست ثانيه ندخلها هنا ون ايه ونخرجها بهذه الصوره. ايضا ينفع ان احنا نعمل اكسبلود لأحد هذه الـ parts أو أحد هذه الأجزاء اللي موجودة في الباي عندنا، هنعملها باستخدام حاجة اسمها explode attribute بداخل الباي chart. هنعمل explode بمقدار معين، هنعمل vector برضو أو list ونحدد المقدار بتاع الـ explode وليكن مثلا نخلي واحد، نصغره شوية هنا، نكبره شوية ولا حاجة هنا. لازم نراجع كده. ايران معلش هياخد وقت. طيب اخدها على كولاب عشان خاطر الوقت اللي هيضيع في الرن على الجهاز عندي. خلاص رن. فين طبعا ادى ايرور عشان خاطر ما كانش عامل لود لللايبرريز بتاعتنا. لا لود. اهو ننزل تحت نرن الباي تشارت الموجوده تحت. ايه شوف عملنا اكسبلود، فبعد الايه بعد البارت ده بمقدار 2 من 10. ممكن نقلل المقدار شويه نخلي 1 من 10. ممكن نقلل السايز بتاع الفيجر، نقلله شويه نخلي دي مثلا 5 ونخلي دي 8. رن يلا صغرت. في طبعا الليجند، الليجند اللي هو يقول لي احمد لونه ايه ومحمد لونه ايه وكده، برضه دي اسمها ليجند اهي بي ال تي ليجند. في التايتل زي ما اتفقنا، بس نكتفي بهذا القدر يعني لاظهار ايه اللي ممكن نعمله ك فيجواليزيشن او عرض للبلوتس والجراف الرسم البياني بداخل البايثون بروجرام. طبعا في حاجات تانية بداخل البايثون بروجرامينج، ازاي نقرا من ملفات، ازاي نعمل كليننج للبيانات وننظفها ونشيل منها البيانات اللي احنا مش عايزينها، تحليلات اخرى، ازاي نقدر نعمل
ماشين ليرنينج عشان نبريدكت ونتنبأ ازاي نستخدم البايثون بروجرامينج في ان احنا نعمل تحليلات احصائيه هايبوثيسس اناليسيس اللي هي اختبارات الفرضيات. حاجات كتير ممكن تتعمل بالبايثون بروجرامينج. انا تعمدت هذه المره ان نظهر بعض الشيء, يعني بعض الحاجات اللي ممكن تكون تطبيقيه نسبيا لبعض الناس اللي هم ليهم علاقه على وجه الخصوص يعني بالريسيرش او بالابحاث اللي هم بيستخدموا بلوتس كتير. الناس بتستخدم بلوتس كتير, بتستخدم جرافس كتير الابحاث بتاعتها. فتعمدت هذه المره ان انا اتطرق بشكل سريع للاشكال المختلفه في البلوتس في بداخل البايثون, ازاي ان احنا نقدر. ولكم جزيل الشكر, نكتفي بهذا القدر. جزيل الشكر والتقدير المعالي في الدكتور. نفتح يعني الأسئلة إذا أحد عنده أسئلة شيء. فالدكتور معنا موجود, نشكر دكتور. رابط الحضور موجود بالشات, إذا يعني اي احد يواجه شيء فراح اخلي الرقم موجود مع الاداره ويتصل عليه. ممنون. في حد تقريبا عايز يسأل؟ يعطيك العافية دكتور. بس فقط طيب. انا يعني ممكن المرات القادمة اكمل بإذن الله في الـ يعني في البايثون نفسه, يعني هي الناس المبتدئين, يعني الناس المبتدئين. بس انا تعمدت هذه المرة أعرف الناس يعني إيه اللي ممكن يتعمل. في حاجات تانية كتير ممكن تتعمل بالبايثون. لو سمحت دكتور, تعتبر للمبتدئين هذه المحاضرة؟ لا, المحاضرة ديت مش للمبتدئين, وإنما لإظهار. أصلاً المرات اللي فاتت كانت الناس برضو يعني شايفين الحاجات السهلة في البايثون ومش عارفين إيه اللي ممكن يتعمل بيها. الناس لا تدري ايه اللي ممكن يتعمل بالبايثون. فانا قلت لا, المره دي اعرف الناس ايه اللي ممكن يتعمل بالبايثون, عشان لو في مرات مستقبليه الناس بقى تجتهد بقى ان ايه فعلا تعرف الايه البايثون عن كسل, تقرب منها اكتر وتعرف ايه اللي ممكن يتعمل, يعني يحب ان هم يتعلموها عشان يعملوا الحاجات دي بقى ان شاء الله يعني. طبعا في حاجات ادفانسد اكتر من كده واصعب من كده. اللي انا مختاره ده يعني ايه جزء من الصوره, لكن في اللي اصعب من كده الماشين ليرنينج نفسه. ازاي اخلي الكمبيوتر يتعلم حاجه معينه ويجاوبني عليها, زي اللي تشات جي بي تي. الناس اللي بتستخدم تشات جي بي تي, الناس بتكتب سؤال للكمبيوتر, بتعمل تشات يروح ردد عليه الكمبيوتر, يرد عليه. نعم, يرد علينا بالطريقه دي حاجه اسمها تبع الماشين ليرنينج, يعني ناتشرال لانجويج بروسيسنج. ازاي الكمبيوتر رد علينا بالطريقه الهائله دي, رد علينا ازاي بالطريقه يعني طريقه عجيبه جدا. دي ماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج بداخله ان انا ادخل للكمبيوتر صوره ويقول لي الصوره دي ايه. الماشين ليرنينج بداخله ان اخليه يحل المرض, يشخصه, اديله البيانات بتاعه المرضيه بتاعتي مثلا. عياذا بالله اي واحد مريض يعني يدخل يدخل درجه حرارته, يدخل الاوجاع بتاعته في اي مكان والتحليلات بتاعته, يدخلها في هيئه فيكتور
ودخلها للكمبيوتر. الكمبيوتر يبريدكت، يروح قايل انت عندك كذا. في مواقع موجوده يعني ماشين ليرنينج بتعمل الموضوع ده، الدياجنوستس، حلل وتشخص المرض. الكلام ده معمول ازاي؟ معمول بالبايثون برضه. البايثون بتعمل الحاجات دي اللي هي تبع الماشين ليرنينج. فيما يخص تخصصي انا مثلا كاوبريشنز ريسيرش، بتساعدني في حاجه اسمها الاوبتمايزيشن، ازاي ان انا اعالج مشكله صناعيه، ازاي ان انا اعالج مشكله جدوله، ازاي ان انا اعالج اي مشكله في الحياه، بصيغها رياضه، وبعد ما اصيغها رياضه اروح اعمل الجوريزمز او خوارزميات ورنها وتساعدني ان انا اوجد الحل الامثل لهذه المشكله. كل واحد بتاع الاحصاء، الناس بتوع الاحصاء نفس القصه، هتساعدهم في اللي في اللي في اللي في 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 ايجاد تصور للتوزيع بتاع البيانات، في حسابات الاحتمالات البريدكشن اللي هي الايه التوقعات والاحتمالات والستوكاستيك بروسس، حاجه اسمها ستوكاستيك بروسس، وخلاف لا الناس بتوع البورصه كده، ازاي اشتري السهم ده ولا ما اشتريهوش كده، الناس بتوع الاقتصاد، كل دول ممكن ينتفعوا بالبايثون بروجرام، سواء بقى تحليل احصائي او ماشين ليرنينج او اوبتمايزيشن. اي تسال ثاني يا هلا يا هلا، تفضل. اهلا اهلا وسهلا، تفضل. اها ايوه طبعا، اوبن سي في، حضرتك تعمل اوبن سي في والفايل كيلو بالظبط. اها ايوه طبعا، ايوه ايوه ايه طبعا حضرتك ما شاء الله، يعني حضرتك بتشتغل نيورال نتورك، بتشتغل يعني تجيب اكشوال داتا، تجيب بيانات حقيقيه من مرضى، وفي نفس وتدخل الايه الاشاعات اللي موجوده مع حضرتك، وتعمل ايه سيجمنتيشن لهذه الايه الايمجز ديت. سيجمنتيشن وتحلل تشوف الاكشوال مع البريدكتيف وقرب ولا لا لحد ما تكون في الليرن. طالما حضرتك شديد الصله بهذا الامر يبقى المطرح ده يوجه لحضرتك، طالما حضرتك شغال فيه يبقى حضرتك تعرض فيه، يحبذ طالما حضرتك اشتغلت. لكن انا معني يعني طبعا انا ايه يعني حضرتك تخاطبت معي بهذا الامر، انا عارف انه بيتعمل واجتهدت فيه، لكن مش بالاجتهاد الكبير يعني ما بتقولوش ليه، لان انا متخصص في حته ثانيه، انا اوبريشنز ريسيرش، الاتجاه الاكبر لان انا اسولف بروبلمز واحل مشاكل صناعيه باستخدام البايثونز تخص الاوبريشنز ريسيرش. فالبايثون زي ما حضرتك اشرت متفرع، تقدر تشتغل ايمج بروسيسنج، تشتغل ماشين ليرنينج، طبعا هو الايمج بروسيسنج مرتبط بشكل كبير بالماشين نيورال نتورك، بس الماشين ليرنينج مش بس ايمج بروسيسنج، انما اعمق من كده بكتير واكبر. بس ما يخاف حضرتك، الله يعز حضرتك. جزيل الشكر والتقدير للجميع. شكرا جزيلا معالي الدكتور، جزيل الشكر والتقدير إلى الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في العراق شريك النجاح، كذلك جزيل الشكر والتقدير إلى مركز الرشد للتنمية والتدريب شريك النجاح، وإلى أكاديمية ميتا المستقبل التعليمية، جزيل الشكر والتقدير إلى معالي الدكتور لهذه المحاضرة القيمة بالمعلومات التي
وردتنا مع فائق الشكر عام للجميع. لو سمحت كيف بقدر سجل اسمي للحضور؟ ما في كل الرابط موجود الاستمارة ملي المعلومات وكذلك رقم التليفون موجود واتساب ويانا واتساب ممي تمام شكرا يعطيك العافية. الله يعافيك. هل يوجد سؤال أو استفسار؟ شيء في حد دكتور نصر تقريبا رافع. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله كل خير دكتور محمد زكريا على المحاضرة القيمة دي، ويا رب يكون في محاضرات قريبة في نفس المجال لعلها تفيد كثير من المهتمين بالبايثون والمجال التطبيقي. جزاكم الله كل خير والشكر والتقدير لمنصة ميتا الأكاديمية، أكاديمية ميتا المستقبل التعليمية والأكاديمية والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا. جزاكم الله كل خير. شكرا جدا. طيب. في حاجة تانية طرع الدمع طبعا. شاكرين لأفضلكم حسن الاستماع وشاكرين دعوتي ونسأل الله النفع.